لنا نتيجة غير متوقعة، نظن بأن كنا سنتظروا مباراة صعبة، ولكن نظن بأن دينا الثمن ديال 120 دقيقة اللي لعبنا في الكأس. كانت نقصنا الطراوة البدنية الشوط الأول ديال ضربة الجزاء، معرفناش الحالة ديالها، ولكن الحمد لله أنها ضاعت. نظن بأن أجمل أطوار المباراة فريق اتحاد طنجة ما وصلش عندنا المرمى ديالنا، ولكن بداية الشوط الثاني كان ممكن أن نسجلو خاصة من الجهة اليسرى بعد ما قدمنا التغييرات، ولكن تنظن بأن ما كناش جديين في واحد الفترة من فترات المباراة. في الوقت اللي كانت عندنا فرصة في المربع ديال العمليات ديال اتحاد طنجة اللي كنا ممكن نسجلوها تنضيعوها وتنعطيوها لاتحاد طنجة تمشيو تسجلوا علينا من المرتد. هنيئا اتحاد طنجة بهذا الفوز، وحنا هذا الهزيمة خصنا نتداركو الأوضاع ديالنا في المستقبل. تنظن بأن كما قلت لك كاين عياء، كاين جوج ديال اللاعبين اللي غابوا عندنا اليوم مصابين، ولكن ماشي هذا مبرر. تنظن بأن تعاملنا بشكل جيد مع المباراة، تنستحقوا أننا نتعزل. جوج ديال المباريات خارج، واحدة خارج الملعب واحدة داخل الملعب، تعادلنا فيهم اليوم نهزمنا، يعني ثلاثة مباريات ولا ثلاثة مباريات جبنا فيهم جوج نقاط. حتى الكأس فيها تيزان الكأس فيها الكأس الواقع ديالو ماشي هو ديال البطولة. حنا بالنسبة لينا تنشتغلوا على حسب مقومات ديال الفريق. تنظن بأن إلا كنا تنحتلوا المرتبة الثالثة فربما لأن استفدنا من أخطاء ديال بعض الفرق في المرحلة ديال الذهاب. الآن الفرق فهي كاين واقع آخر، كما قلت لك غياب ديال عنصر واحد اليوم في وسط الملعب شكل علينا واحد المشكل، وبالتالي تنفتقروا لبعض القطع الغياب. الفعالية الهجومية تنقصنا ما تنسجلوش، لأن تجيونا بعض الفرص ما تنسجلوش، وبالتالي تنبقاو دائما معرضين للخطورة. تظن بأن اليوم اتحاد طنجة لو أن الكرة ما قاصتش المدافع ديالنا ما كانش تسجل، كان ممكن يكون واقع آخر، ولكن خاصنا نعاودو عاوتاني نداركو الموقف، لأن إلا بغينا نبقاو في المراتب الأولى فخاصنا نسجلو حنا. ما عندناش مقومات البطل باش نكونو واقعيين، لأن تلعبو بطريقة ليست تناسب مجموعة ديال اللاعبين ديالنا. اليوم تنشوفوا بان في الشوط الثاني جاونا فرص من الجهه اليمنى، ولكن التمريرات الاخيره ما تكونش ناجحه حتى في الشوط الثاني، وبالتالي لازم اننا نغيروا شويه في طريقه اللعب ديالنا، لان ربما ولينا الانديه الاخرى تعرفونا كيفاش نلعبوا وتيوقفونا. بالنسبه للريادة فحنا فريق اللي تنتعامل بواقعية مع المقومات ديالنا، حنا تنحتلوا المرتبة الثالثة، ربما فرق أخرى تنافسنا إلا ما سجلناش، لأن كرة القدم في المغرب في البطولة إلا ما سجلتيش فاش تكون معرض للهزيمة، لأن ممكن تخسر جوج ديال المباريات وتربح جوج تولي عندك ست نقاط، ولكن إلا تعادلتي ثلاثة المباريات تبقى عندك ثلاثة نقاط هزيمة، يعني راك تهبط في سلم الترتيب وخصنا نضحكوا هادشي. شوفوا النتائج اللي حققناها مثلا مع اولمبيك خريبكا اللي في المرتبه ما قبل الاخيره، اليوم انهزمنا مع اتحاد طنجه، يعني ملي لعبنا مع فرق ديال المؤخره ما كناش في المستوى، ولكن تنظن اليوم كان العياء ديال المباراه ديال الكاس، لان يلا لعبنا نهار الجمعه ومشينا 120 دقيقه. تنظن بان المخلفات ديال المباراه كانت واضحه على اللاعبين ديالنا، رغم هذاك الشيء راه مجموعه ديال اللاعبين قدموا مستوى طيب. تنظن بان نقصتنا الفعاليه الهجوميه، فريق اتحاد طنجه هو لعب بالمقومات ديالو، تنظن بانه ما كانش مصير علينا في وسط الملعب، كان تيمتلك الكره ولكن ما كانش عنده فرص سانحه. تيبقى الهدف اللي تسجل علينا من مرتد واقع ديال كره القدم. نتمنى ان المباراه المقبله اللي غادي نواجهوا فيها فريق الرجاء اللي قريب لينا في الترتيب نكونوا افضل ان شاء الله، نسترجعوا بعض اللاعبين، نسترجعوا الطراوه البدنيه باش نكونوا ان شاء الله افضل في النتيجه المقبله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.